شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه عن بعد في منتدى الاقتصادات الرئيسية الخاص بالطاقة وتغير المناخ الذي دعا إليه فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذي شهد مشاركة عدد من قادة ورؤساء حكومات دول العالم. وتأتي دعوة دولة الإمارات للمشاركة في هذا المنتدى كونها الدولة المستضيفة للدورة 28 من مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ كوب 28. هذا الاجتماع المهم، وأشكر فخامة الرئيس بايدن على دعوته للمشاركة، وأعبر عن تقديري الكبير لجهود فخامته في قضية التغيير المناخي. الحضور الكريم، إن التنمية الاقتصادية المستدامة والعمل المناخي مرتبطان، وكلاهما ضرورة لضمان جودة حياة أفضل للبشر. لذلك نحن في دولة الإمارات وضعنا العمل المناخي في صميم استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بالتزامن مع الالتزام بمسؤوليتها تجاه البيئة والأجيال القادمة. لقد كانت الإمارات أول دولة خليجية تصدق على اتفاق باريس، وأيضا أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030، كما أعلنت مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. واستثمرنا بما يزيد عن 150 مليار دولار في العمل المناخي، ولدينا خطط طموحة لمزيد من الاستثمارات المستقبلية في هذا المجال. الحضور الكريم، إن بلدي دولة الإمارات وخلال رئاستها الدورة 28 من مؤتمر الأطراف كوب 28 ستبذل جميع الجهود المتاحة لتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي والانتقال من وضع الأهداف إلى تحقيقها والتوصل إلى خطة عمل شاملة لصالح البشر وكوكب الأرض. الحضور الكريم، هناك علاقة وثيقة بين الطاقة والتغيير المناخي، لذلك علينا تسريع الانتقال العالمي المنطقي والواقعي والمتوازن في قطاع الطاقة من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بما لا يقل عن 3 مرات ومضاعفة الإنتاج الهيدروجيني. وفي هذا السياق، فإن من الضروري تعزيز التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل اللازم لدعم الانتقال في قطاع الطاقة ومعالجة الخسائر والأضرار، خاصة في دول الجنوب ومجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغيير المناخ. ومن المهم كذلك أن تنفذ الدول المتقدمة تعهدها بتقديم 100 مليار دولار إلى الدول النامية، كما نحتاج إلى تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية لضمان مواكبة هذه المتطلبات وتأمين التمويل اللازم لتحفيز الاستثمارات. الحضور الكريم، رغم تفاقم خطر التغيير المناخي، فإن العالم لم يفقد فرصته بعد لمواجهة هذا الخطر.